بيكلمني وبيقول لي كرهوني في الزواج وسنينه. أنا كنت شاب وبسمع قبل الجواز سلبيات كتير جدا عنه، وناس بتشتم وناس عمالة تقول على تتكلم عن فشلها وفشل. خلاص أنا قلت خلاص أنا الفكرة دي مش متجوز، لحد بقى ما شفتها. أنا شفتها بقى أول مرة دكتورة وقعت في حبها وقررت خلاص إن أنا أتجوزها، واتجوزنا وكنت أسعد واحد في الدنيا. بس بعد فترة لقيتها ما بقتش تضحك في وشي زي الأول، بقتش تستناني وأنا راجع من الشغل، أرجع ألاقيها نايمة أو عاملة نايمة عشان تتجنبني، مش عايزة تقعد معايا، مش عايزة تاكل معايا. أنا واجهتها ما قدرش أستحمل، قلت لها لأ في إيه؟ اتغيرتي ليه كده؟ وفين الحب اللي كان بينا؟ فردت وقالت انت اللي اتغيرت وانت اللي بقيت سبب تعاسه ليا. بيقول الكلمه نزلت عليا مش مصدق، انا سبب تعاسه؟ انا بحبها، انت بقيت سبب تعاسه ليا بسبب وسبب حزني بسبب اهمالك ليا وبعدك عني، واهم حاجه شغلك واهم حاجه وقتك واكلك ونومك، وطالما انا في البيت انت مطمن. فين احتياجاتي؟ فين مشاعري؟ فين الاحتواء؟ مفيش. طبعا انا لما سمعت الكلام ده وسمعت انها بتقول انا تعيسه، انا تعيسه وحزينه وانت سبب حزني، هي قالت لي كده دكتوره وانا صدمت. فانا بكلمك دلوقتي وبسالك وبقول لك تقولي لي ارجع افرحها تاني ازاي، ازاي ما اكونش سبب تعاسه ليها. صحيت نسيت اقول لك ان عمر زواجنا 6 شهور، يعني 6 شهور وتحصل مشكله زي دي. طبعا اخر كلامه ارجوك ساعديني. يعني خليني في البدايه ارد على جزئيه ان الناس بتكره بعض في الزواج والكلام ده، وطبعا ده اللي منتشر على السوشيال دلوقتي، وخليني اشرح لكم الامر ده شويه. لما يجي كل اللي على السوشيال ولا على الميديا كلها مشاكل وحصل وخانته يا خانها يا مشي يا اتجوز، كل اللي بيحصل تكريه وتشويه في صوره زواج. هم اما بيبقوا مبسوطين ما بيكتبوش، ولو كتبوا ادي الاكله وادي السيلفي وادي الخروجه، وبعدين نروح نلاقيه بعد كده فاتح لها نافوخه او العكس. او المشاكل بتاعه الجرائم اللي منتشره دلوقتي، كل شويه تبص تلاقي مشكله جايه لك وجريمه وحصل. فامر طبيعي ان الشباب يتخض ويقول لا انا خلاص انا مش عايزه اتجوز، انا فكره الجواز اتشالت. لكن يا جماعه مش كده على فكره، الزواج سكن وامن وسكينه وراحه للي يفهمه صح واللي يعرف يتعامل صح. ترجع تلاقي واحده بتحبك، حد تتكلم معاه تتونس بيه، تلاقي لقمه مع ملالك، تلاقي راحه، تلاقي بيتك حياتك. وهي نفس الكلام يا بنتي، مش كل الرجاله وحشه ولا الزواج كله بالشكل اللي انتوا بتشوفوه. الزواج نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيرفض النعمة هو اللي بيتمحى منه البركة بتاعتها. ان انا ألعن الزواج واسب اليوم اللي اتجوزت فيه وانا اتجوزت غلط وسأت الاختيار وما كانش، مش كل الكلام ده، وتنسوا كل الخير اللي عاد عليك في الزواج من راحة وسكينة وامن وفترات لا تنكر ذلك، فترات وايام عشتها سعيد بسبب زواج عشان مشكلة صغيرة حصلت ممكن تتحل بطبيعة الحال. احنا في دنيا يعني، وامر طبيعي ان التعامل مع الاشخاص والاحتكاكات هيجيب مشاكل وبتاع، لكن احنا نعرف نحل المشاكل. انت تعرف ازاي اصل المشكلة ايه سببها ونتجنبه والدنيا تخلص. لكنك انت تقعد بقى ده وحش وده سبب ويا ريتني ما كنت وانا شاب احسن لي، الكلام ده مش صح. التمادي في نشر السلبي دايما او تعويد مخك ان انت شايف ان انا عايش في سلبيات عايش في سلبيات، ده بيخلي انك ما تشوفش ولا ايجابيه واحده، وتصدق انك في جحيم فعلا مش جنه. مهما عمل شريكك والله، مهما حاول يرضيك ومهما يحسن معاملتك، ما انت شايف لا انت شايف مجهوده ولا شايف الاحسان اللي بيعمله ولا انت شاكره على كده. انت غرقت نفسك في السلبيات وتحول الحب اللي كان موجود لكره، بقيت انت طرف تعيس وبقيت انت مصدر للحزن لنفسك ولغيرك. حلقتنا النهارده احنا هنشرح ازاي تكون مصدر حب من جديد، ازاي ما تكونش مصدر للتعاسه لشريك حياتك. ما هو الإنسان يا إما يكون مصدر حب ومصدر للسعادة أو مصدر ألم وتعاسة. يعني إحنا عايزين نعيش في سعادة، ما حدش بيتجوز عشان يتعس نفسه، يعني حدش بيصرف كل المصاريف دي ويجهز ويعمل عشان يعيش تعيس في الآخر. إحنا نحرص كل الحرص إن تصدر منك كلمة أو إشارة أو همزة أو لمسة تبقاش واخد بالك منه للطرف الآخر. يحصل عنده إيه؟ يحصل عنده بص حاجز بينك وبينه، كلامك مش واصل له، ما في ساتر بقى، هو في حاجز. محاولاتك مش شايف أصلا. ليه؟ لأن اتحط الحاجز ده بسبب تصرف أنت مش واخد بالك منه. مش هقول إنك قاصد، مش واخد بالك. إزاي تخليك مصدر متعة ومصدر فرحة لكل الناس اللي حواليك ومنهم شريك حياتك طبعا،
كل ده بالتدريب، واحنا اي حاجه صراحه بتتعمل وبتتكرر الواحد بيتعود عليها، والنفس والمخ ذات نفسه بيتعود عليه. عود نفسك على كده. الموضوع يا جماعه مش هيجي من يوم وليله ابدا، لا، انت تقرر تتغير وتحاول وتاخد خطوات وتدي لنفسك فرصه وقت عشان تنفذ الفعل ده. الواحد لو شاف نفسه هو منبع للحب، جميل قوي على فكره، في شخصيات كده وفي شخصيات بنقابلها في حياتنا بتبقى فعلا هي منبع للسعاده، منين ما تبقى متواجده بتنشر السعاده والحب والفرح على نفسها وعلى اللي حواليها، فما بالك بقى لو كان حبيب او كان شريك حياه، طبعا يبقى الدافع اقوى.